مساء الخير حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. طبعا احنا هنا الجو شتا والكل طبعا سقعان وعايزين حاجة تدينا حرارة ونتدفى بيها. دي بطاطا زي ما انتوا شايفين كده، انا مقطعاها وغسلاها ومصفيها من ميتها وحطاها هنا في الحلة. زهقنا طبعا كلنا من طريقة ان هي تبقى مشوية او في الفرن او كده او مسلوقة، فانا هعمل ان شاء الله النهاردة طريقة حلوة ومغذية والكل هتعجبه بإذن الله. زي ما انتوا شايفين دول حوالي 2 كيلو بطاطا انا غسلاها ومقطعاها. هنحط عليها حوالي نص كوباية سكر وكوباية مية وهنحطها على النار. طبعا دي المقادير عندنا اللي هكون بيها صينية البطاطا، هعملها في الفرن ان شاء الله. فزي ما قلت لكم دي هنا هو البطاطا وهعملها بالمهلبية. انا عملتها قبل كده وجربتها بالبشاميل اللي بالدقيق، المره دي هعمله بالمهلبيه بالنشا. هنا نحتاج عندنا نص كيلو لبن زي ما انتم شايفين انا غلياه ومدفياه، وهنا معلقه نشا كبيره او معلقه ونص نشا كبيره، وهنا عندنا السكر وكان عندي حته قشطه برضو هستخدمها، وده زبيب وجوز هند. طبعا اللي عنده اي مكسرات تاني حابب يحطها يحطها، عنده لوز عنده سوداني المتواجد عنده، انا عندي زبيب وجوز هند هعمله بيها، ودي سمنة بلدي برضو هستخدمها. فخليكوا بقى واحدة واحدة معايا، هنشوف الاول هنعمل ايه. اول حاجة هنعملها هنحط كوباية المية دي هنا على البطاطا في الحلة، وهنحط عليها نص كوباية سكر زي ما قلتلكو، نص كوباية سكر، وهنزل بيها على النار. هحط الحلة على النار، اول ما البطاطا تستوي معانا ههرسها وهوريكم هعمل فيها ايه. خليكم معايا حبايبي وهرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده هنا اللبن هعمل فيه المهلبية، وهنا زي ما انتم شايفين الحلة حطيت عليها السكر وغطيتها، هي يدوبك كوباية واحدة من المية لانها من البخار هتستوي، والسكر انا حطيت نص كوباية علشان ما يبقاش مسكر قوي لان هحط في المهلبية سكر، وكل واحد طبعا وعلى حسب مقدار سكره ايه، اللي بيحب الحاجة المسكرة يزود، اللي مش عايز مسكرة قوي عن كده ممكن يقلل السكر. وهنا اللبانة دي هحط فيها النشا، هدوب الاول قبل ما اولع على النار النشا، معلقة نشا هدوب كده وبعد كده هولع النار. انا مش عايزه المهلبيه تبقى تقيله، يعني عايزه سمكها يبقى حلو. الاول على البارد كده هقلب وبعد كده هشغل النار. انا حطيت معلقه كبيره نشا، لو حسيت ان هو محتاج تاني ممكن ازود. وهحط برضو على المهلبيه معلقتين سكر، وبرضو زي ما قلت لكم السكر اختياري، اللي حابب يزود او يقلل السكر انا هحط معلقتين سكر كبار. وهفضل اقلب لحد ما اشوف سمك المهلبية معانا هتبقى عاملة ازاي. انا جربتها قبل كده بدقيق كأنه زي بتاع البشاميل، يعني بشاميل بالظبط بس خفيف شوية، وبرضو سكرته، فقلت اما اجرب المرة دي بالنشا وان شاء الله تطلع الوصفة تبقى حلوة. هفضل اقلب كده لحد ما الاقي السمك اللي انا ايه عايزاه، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. وزي ما انتم شايفين الحله الثانيه القلقاس سوري البطاطا بتستوي خلاص. انا عملت المهلبيه اهي وتقلت معانا، ما احتاجتش ان انا احط تاني نشا، سمكها حلو. هنزل عليها بمعلقه القشطه، انا القشطه قسمتها نصين، نص هحطه على البطاطا ونص هحطه على البشاميل لان طعم البشاميل. هنزل كده بمعلقه القشطه عليه، وهحط برضو على المهلبيه معلقه سمنه بلدي برضو. انا خلاص كده نزلت بالقشطه وحطيت معلقه الزبده البلدي زي ما قلت لكم، وادانا اهو القوام الحلو المطلوب، شايفين تقيل ازاي. انا كده خلاص هقفل عليه النار، وزي ما بقول لكم القشطه والزبده دول اختياري، اللي حابب يحطهم على عليه ان شاء الله هيبقى طعمه حلو وهيديله نتيجه حلوه على المهلبيه،
اللي مش حابب وحاسس ان هو هيبقى دسم قوي ممكن يلغيهم وهيديله نفس الطعم برضو. بس طبعا القشطة ومعلقة الزبدة دي بتديله طعم حلو جدا ودسامة كده. اللي مش حابب الدسامة دي ممكن يلغيها. زي ما انتوا شايفين خلاص انا قفلت على عليه على المهلبية، هسيبها بقى لما تبرد. والناحية التانية اهي البطاطا بتتسلق زي ما انتوا شايفين، اول ما تتسلق انا ههرسها وهوريكم هعمل ايه. خليكم معايا متابعين الفيديو، اول ما هخلص ان شاء الله هرجع لكم تاني. خليكم معايا. وهنا هي البطاطا خلاص قربت اهي تتعمل زي ما انتوا شايفين، يعني انا بالشوك اهي بتتهرس معايا. هدي بقى عليها النار شوية عشان انا مش مكترة المية زي ما انتوا شايفين، هي بتنزل ميتها عشان مش عايزة يكون فيها مية كتير. هسيبها كده يعني 5 دقايق ولا 10 دقايق، هي خلاص بصوا بالشوكة بتتعمل 5 دقايق و10 دقايق وهقفل بقى عليها وههرسها. هغطيها دلوقتي كده بالغطا وهرجع لكم تاني. وده شكل البطاطا اهي بعد ما استوت، شايفين شكلها عامل ازاي، شربت المية والسكر. انا هرستها زي ما انتوا شايفين، بس برضو انا سبت فيها حتت كده علشان نحس بطعم البطاطا. ماشي، هنزل بقى عليها ببقية القشطة. انا كان في معلقتين قشطة، قلت معلقة هحطيتها في المهلبية ومعلقة تانية هنا اهي في البطاطا، وهحط معلقة برضو زبدة فيها في البطاطا برضو. كل ده هيطعم البطاطا هنا، ومش هحط معلقة كبيرة. وهحط زبيب وجوز الهند، هخلي الزبيب وجوز الهند يبقى في قلب البطاطا كلها برضو اختياري. اللي مش بيحب جوز الهند ما يحطش، اللي ما يعني الحاجة المتاحة عندك وانت بتحبيها حطيها، تكون مهم الحاجة متاحة عندك، مش عايزين نجيب مخصوص. وهنقلب بقى كله في بعضه علشان يبقى كله ايه، جوز هند والزبيب والزبدة والقشطة، نحطهم كلهم. عايزة اقول لكم هي طعمها لوحدها مع القشطة مع الزبدة مع الزبيب وجوز الهند طعمها حلو جدا، يعني بتبقى طعمها حلو جدا. انا هقلب كله كده في قلب بعضه. وده الطاجن اللي انا هحط فيه، وطبعا انا هدخلها الفرن. ده الطاجن، هحط اول طبقة من البطاطا في الطاجن، انا هنا حطيت البطاطا اهي في الطاجن، الطاجن ده واتبقى حبة كمان حطيتهم في طبق الطاجن الصغير. هنزل بقى عليهم بالمهلبية، هحط بقى طبقة مهلبية من المهلبية اللي احنا عملناها. هنغطيها كلها كده بالمهلبية. عايزة اقول لكم طعمها تبقى حلوة جدا ومغذية جدا وبتدفي طبعا. هنا كده اول واحد، وهنزل برضو بالمهلبية هنا في الطاجن الصغير. ودي شكل الطواجن بعد ما حطيت خلاص عليها المهلبية. زي ما انتوا شايفين انا وزعتها ومسحت الطواجن حلو قوي من الحرف عشان ما فيش اي حاجه تتحرق. هنزل بقى على كل حاجه، يعني الطاجن هنزل عليه من الوش بشويه سكر كده. السكر ده هيكرمل من فوق وهيدي لون حلو قوي من الوش من فوق. طبعا مقدار السكر اختياري ليكوا في كل حاجه، اللي حابب يقلل السكر خالص طبعا اختياري. ده اول طاجن انا حطيت فيه السكر، الطاجن الصغنن ده برضو السكر هيكرمل من على الوش وهيدي لون وهيدي تسكيرة حلوة للمهلبية والبطاطا. انا طبعا اول ما بدأت ان انا احط الحاجة في الطاجن ولعت الفرن الشواية والفرن من تحت عشان الفرن يبقى سخن. هياخدوا حوالي 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير. هحطها 5 دقايق من تحت و5 دقايق فوق من تحت الشواية
وإن شاء الله أول ما تطلع هوريكم الشكل النهائي. شكل الطواجن بعد ما طلعت من الفرن طبعا شكلها زي ما انتوا شايفين حلو جدا وريحتها حلو جدا، وان شاء الله تعجبكم. اعملوا بنفس الطريقة طبعا، قلت لكم المتاح عنده قشطة يعمل بالقشطة، مش متاح عادي برضو، والزبدة البلدي برضو المتاح يحط، اللي مش حابب عشان هتبقى دسمة ما يحطش، طعمها حلو. وممكن تستبدلوا البطاطا اللي مبيحبش البطاطا بالقرع بنفس الطريقة، هتديكوا نفس النتيجة ونفس الطعم طبعا. واللي برضو حابب يحط اي نوع مكسرات عنده يحط، مش لازم زبيب ولا جوز هند، واللي مش عايز برضو زبيب وجوز هند ما يحطش خالص، مش عايزين نعقد الدنيا يعني. فالمتاح عندنا ان شاء الله نعمله، وجربوا نفس الطريقة بإذن الله هتعجبكم. بصوا شكلها بعد ما استوت، شايفين وشايفين ال عاملة ازاي المهلبية، طعمها حلو جدا. بإذن الله يعجبكم الفيديو، وما تبخلوش عليا باشتراك وتعليق، وهستنى الكومنتات بتاعتكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.